صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول الشاب لمن رباه وليس هو والد له: يا والدي، من باب الاحترام والتقدير؟ والله الانتساب إلى غير أبيه هذا كبيرا من كبائر الذنوب، فلا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ، لا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ، لأنه تشبه بمن ينتسب إلى غير أبيه. أما إذا قيل هذا من باب التقدير والاحترام، مثل تقول للكبير يا والد أو يا عم، أو تقول للعالم يا والد أو ما أشبه ذلك، من باب التوقير، هذا من باب التوقير والاحترام، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.